السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس هاني إمام من إبداع أكاديمي وإم كيوب أكاديمي، وإن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض فيديو جديد عن الـ Advanced Modeling، ودي اللي زي ما قلنا قبل كده إن هي مخصصة للناس اللي لسه مخلصة الكورس وعايزة ترتب أفكارها، أو الناس اللي بتتعلمها أونلاين ونفس الكلام عايزة ترتب أفكارها بحيث إن هي تقدر تستخدم أو تستغل الـ Modifiers والـ Tools اللي خدوها في الكورس أو اللي بيطبقوا بيها في ان هم يستفيدوا بيها اقصى استفاده في انتاج او عمل موديلنج زي اللي هنشوفه مثلا في الفيديو بتاع النهارده. النهارده ان شاء الله معانا هنعمل ازاي نعمل رينج زي ده. طبعا هو بسيط جدا، بس برضو في كام فكره كده وممكن نقوله برضو بطريقتين عشان الناس تبقى فيه استفاده لحد ما كبير. هنفتح ملف ماكس زي كده، هنظبط اليونت. يعني انا حابب اشتغل بالسنتي، او لو ده يمثل مبنى يعني تاور ممكن اشتغل بالمتر، بس ما فيش مشكله خلي بالسنتي، لا ينطبق على السنتي ينطبق على المتر. اول حاجه لازم نحلل الكتله. والله واضح ان الكتله دي القطاع بتاعها مثلثي، ده ضلع وده ضلع وفي ضلع من الناحيه الثانيه، فالقطاع بتاعها مثلثي. لكن هو في تركتين في المثلث. اول حاجه المثلث ما هوش زاويه حاده، يعني في هنا فلت اهوت، في هنا فلت، شايفين هنا في هنا دايره كده اهيت. وفي نفس الوقت كمان المثلث ده انا هفترض ان هو متساوي الاضلاع، مثلث 60 يعني. الفكره كمان انه ابعاد المثلث هنا غير ابعاد المثلث هنا، غالبا غير ابعاده هنا، فالقطاع بيبقى كبير هنا وبيبدا يقل 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 لغايه ما يوصل لاضعف نقطه او اقصر نقطه هنا. طيب تعالى نبدا كده. اول حاجه عشان نعمل مثلث، في ناس طبعا ممكن تبدا بلاين، فطبعا الموضوع هيبقى صعب جدا، او نعمل ريكتانجل ويحذف ضلع ويوصل نقطه بنقطه، فده طبعا برضو مش افضل حل. الافضل حل هو الانجون، والانجون هو عباره عن شكل عدد اضلاعه بنزوده وننقصه زي ما احنا عايزين. فالانجوين بالنسبة لي مسدس سباعي ثماني، كل ما اكبره ممكن يبقى دايرة، يعني لو زودت عدد الاضلاع بتاعه السايز بتاعته خلاص هيبقى دايرة، وبالتالي ممكن اخليها تلاتة فبالتالي يديني مثلث. طيب تاني مشكلة او تاني حتة في القطاع ان هنا في ريديوس، او اقدر اعمل هنا ريديوس زي ما انا عايز. خلينا مثلا نعمله حاجة لحد ما كده خلاص. بعد كده هنطبق عليه موديفاير اكسترود بالشكل ده كده، هيبقى طويل شوية كمان، يعني ممكن ما تقلقش قوي بالأبعاد، بس يعني لو حضراتكم عندكم أبعاد ممكن تطبقوا عليها. هتطبق عليها هنا بعد البوليجون كام، مثلا 15 سنتي أو 15 متر، أو يعني على حسب. وهنا نفس الكلام، خلي مثلا 400 بس كده. طيب كده أنا عملت البادي بتاعي، بس لسه مش مظبوط قوي. ليه؟ لأن احنا قلنا إن هو من النص هيبقى كبير ومن هنا هيبقى بأصغر أبعاده. طيب نطبق دي إزاي؟ ممكن أطبق عليه FFD، وهمسك الـ Vertex اللي هنا أعمل لها سكيل، والـ Vertex اللي هنا أعمل لها سكيل، فيبقى عندي الشكل بتاعي عامل حاجة زي كده. طيب بس أنا طبقت FFD مش هعرف أظبطه بالظبط، فممكن أضيف على الأقل هنا Edge هنا، ليه؟ عشان لما نسكل اللي فوق ونسكل اللي تحت يبقى في هنا جزء واقف ما يتسكلش. فنبدا نطبق FFD بالشكل ده كده. طبعا هختار FFD بوكس عشان انا محتاج ادخل كاستم بوينت يعني، فانا هقول له انا عايز ده 2 في 2 وده عايزه 3، مظبوط كده. فبالتالي هبدا امسك، بص حضراتكم انا هشيل بس الايدج ده، هشيله عشان بس تتخيلوا ايه اللي ممكن يحصل. لو مسكت هنا كنترول بوينتس دي ودي ورحت اعمل لهم سكيل كده عشان يصغروا، بص حضرتك هتلاقي من النص برضو صغر. ليه؟ لان مفيش هنا ايدج يحكمه، وبالتالي انا هحتاج على الاقل هنا ايدج هنا كده. وبالتالي لما ابدا اعمل سكيل هنا كده، شايفين حضراتكم، هتلاقيه عامل كده من النص زي ما هو، ومن فوق ومن تحت بقى مساحه مقطعه بقت اصغر. هو ده اللي انا عايزه بالظبط، خلاص كده. طيب بعد كده هبدا اعمل له بند، نخلي بس البيفوت في النص، سنتر تو اوبجكت، نخلي البيفوت في النص وهاجي اعمل له بند. بس هكتشف ان بند هنا لو هيبقى كده، فلما اجي اعمل بند هتلاقي ده مش ماشي مظبوط. ليه؟ لان محتاج هنا سيجمنتس اكتر،
وبالتالي هنا قبل ما احط البند هحط موديفاير زي سب ديفايد، زي سب ديفايد سب ديفايد خلاص، وابدا ازود عدد السيجمنتس دي من ان انا اقلل الرقم ده، خليه مثلا 20، ممكن نزوده كمان فنقلل الرقم 10، ممكن نخليه 5، انا حابب يكون حاجه كده. ممكن كمان كل ما تزود هنا، عفوا كل ما تقلل الرقم فتزود السيجمنتس فيديك سموثنج اكتر. لو السيجمنتس نفسها مضايقاك ممكن نشيل ده، يبقى هي فعليا موجوده بس انا مش شايفها. وبالتالي هبدا اطبق عليه بعد كده موديفاير بند بالشكل ده كده. البند هيحصل على المحور اكس، فيبقى هنا معلم على الاكس، وادي البند بتاعي بالشكل ده كده. هيلف قد ايه؟ زاويه 360 درجه، 360 درجه بالشكل ده كده خلاص. طيب في هنا لسه حاجتين كمان، الا وهما تعال نلف ده كده 90 درجه بالشكل ده كده. ايه هي؟ انه يعني الزاويه بتاعت المثلث هتبقى بره، انا عايز العدل ده يبقى من جوه. بص حضراتكم هنا العدل من جوه وراس المثلث هي اللي داخله بره، فانا محتاج ان انا اخلي البند معكوس، فهقول له بدل ما هو 360 يبقى سالب 360 بالشكل ده كده. فكده هو كاوبجكت بقى ممكن الفه كده 180 درجه بالشكل ده كده. طيب في عندي هنا حاجه زي بقع، هي الحقيقه مش بقع، هي حاجه زي سموث، فنشتغل هنا شيدد لسه موجوده، فطبق عليها موديفاير سموث على طول. الاقي عندي بوليجونز سودا كده وهطبق عليها موديفاير سموث، ومن غير اي حاجه هو هيشيلها لي، يعني ولا تدوس ولا تعلم ولا حاجه هيشيلها لك اوتوماتيك بالشكل ده كده. لو عملنا هنا بلين هنا كده عشان يمثل بس الارضيه، بالشكل ده كده مثلا دي الارضيه بتاعتي مثلا، فهجيب الفرونت وده هيبدا احط مثلا هنا كده يدينا تقريبا الشكل بتاع الرينج. لو حاسس ان هنا في بعض التقسيمات كده ممكن نعلم على اوتو سموث، او ممكن ان انا في السب ديفايد ممكن ازود السيجمنتس كمان شويه فيديك الموضوع انعم بالشكل ده كده. وبالتالي على حسب بقى ارتفاع ممكن ان انا اغطسه تحت عشان اشيل منه الجزئيه دي، وبالتالي انا كده عملت الايه المنظور بتاعي. طبعا ده هو احد طرق ان انت لو عايز تعمل مئذنه او يعني الهلال بتاع المئذنه، هترفع ده لغايه ما يبقى تقريبا صفر في الاف اف دي، والبند مش هيبقى كامل. لو انت عايز تعمل هلال، او في والله حتى فندق اعتقد موجود حاجه زي كده بس قطعاته مختلفه، بس هو عامل زي الهلال كده، فبرضه هي هتبقى نفس الطريقه 360 درجه بالشكل ده كده، وادي السموث فدي ده كده. طيب طبعا في طريقه كمان حابب برضه اقولها لكم، الا وهي انا برضه هبدا بانجون كده كده، الانجون هو القطاع بتاعي كده كده مفيش استغناء عنه، خليه بنفس الابعاد اللي هي كانت 15 وده كان تقريبا 3 او 2، وهقول له والله انا عايز ناخد منه نسخه تاني هنا كده كوبي، ونخليه بدل ما هو 15 نخليه مثلا 5، وده بدل ما هو 2 خليه مثلا 1 خلاص كده. انا عندي قطعين، القطعين دول هم اللي هيكونوا المسار بتاعي بالشكل كده. هعمل لاين كده وادوس على شيفت، وهخلي الاثنين كورنر دول الاثنين فيرتكس دول كورنر، واطبق عليهم موديفاير اسمه لوفت من هنا من كرييت كومباوند اوبجكت، وهقول له لوفت. وبما اني ماسك المسار فانا هعمل جيت شيب بالشيب الاولاني ده، فهتلاقيه ركب من الاول للاخر، شايفين حضراتكم اهوت ده اول المسار اهو، فركب من هنا كده لغايه الاخر. بعد كده هاجي عند 50%، انا شغال هنا بالبرسنتج، عندي 50% هقول له جيت شيب، خد الشيب ده عند 50% فهتلاقيه ركب هنا. بعد كده عندي 100% هقول له جيت شيب تاني، خد الشيب برضه الصغير ده بالشكل كده. فكأني عملت اللي كان هيعمله لي ال اف اف دي كده، انا بالظبط عملت اللي هيعمله لي ال اف اف دي. بعد كده السيجمنتس فيه قليله شويه، فممكن كذا طريقه، ممكن ان انا امسك الباس نفسه اللي هو اللاين ده وممكن ازود له الفيرتكس، يعني انا لو زودت الفيرتكس عليه بديفايد
هتلاقي اوتوماتيك شايفين حضراتكم زادت بالشكل ده كده. او الطريقه الثانيه ان انا اطبق سب ديفايد على الاوبجكت اللي موجود ده تاني، يعني اطبق عليه تاني سب ديفايد يحل لي الموضوع. بعد كده نطبق عليه موديفاير بند، وهنا انا عندي المحور اكس هو اللي هيحصل له عمليه البند، فنبدا نعمل بند بالشكل ده كده برضو سالب 360 درجه بالشكل ده كده. بس هو الحقيقه ملفوف، شايفين حضراتكم هو ملفوف، يعني هنا زاويه المثلث مش هي اللي موجوده هنا، لا ده زاويته هنا في الطرف. ففي عندي هنا حاجه اسمها انجل 45 45 لا عفوا هتبقى 90 بقى 90 بالشكل كده. هعمل بقى روتيت للاوبجكت نفسه 90 درجه كده. فاضي مع حضراتكم دي كده ايه طريقه تانيه اهيت لعمل الرينج اللي زي كده. والله احنا ممكن من خلال اللوفت اللي احنا عملناه الطريقه التانيه دي احنا ممكن نعمل طريقه تالته برضو، وممكن تكون اسهل شويه كمان من ده، الا وهي انا خدت من دول كوبي اهمت، ان انا بدل ما اقعد اعمل ده على العدل واعمل له بند، ما اعمله على طول على الدايره. يعني انا هاجي هنا هعمل دايره على طول، والمسار هنا بدل ما هو خط عدل لا المسار بالنسبه لي هيبقى هو الدايره. فتعالى نلف الدايره دي كده 90 درجه، ممكن نصغرها شويه بس تبقى قريبه من دول كحجم، يعني تقريبا مثلا ده حجم الدايره بتاعي. الدايره دي هطبق عليها edit sp line، وهنعرف ليه بعدين edit sp line. بعد كده هطبق عليها modifier loft، هنيجي هنا نطبق عليها برضو loft، واقول له والله انا ماسك المسار فجيت شيب، خد الشيب الصغير ده اتحط هنا، وعند الخمسين في المية خد المسار ده، وعند المية في المية خد المسار ده. هو كده كده مظبوط، بس يعني مفيش مشكلة. لا هو مظبوط، مش محتاج ان احنا نعمله بيك تاني، خلاص كده. طيب هنا في برضو مشكلتين. المشكلة الأولى إن التقسيمات، طب ديت أنا هتحكم فيها إزاي؟ مش هقدر اضيف، يعني مش هينفع اضيف سب ديفايد او غيره، لانه خلاص البند متطبق على اللفت اوتوماتيك. الحاله دي لو انا رجعت هنا للباس ده، انا همسك هنا الاربع ايدجز دول اللي هم المكونين للدايره دول، انا همسك دول واقسمهم نقط هنا، فتروح تكتر هنا كده معايا. عشان كده انا حطيت ايديت سبي لاين، فهبدا اعمل هنا ديفايد بالشكل ده كده، شايفين حضراتكم. او كل ما بعمل ديفايد بيضيف لي نقطه في النص، فتحصل على الحاجة سموث بالشكل ده كده. طيب يفضل لنا حتة صغيرة كمان، ألا وهي إنه ده أنا عايزه يلف كده 90 درجة، وتبقى مشكلة إن أنا بنفس الكلام عايز السن يبقى هو اللي بره. ممكن أتحكم فيها من دول، يعني أنا ممكن هنا الإنجون ده أحط عليه إيديت إس بي لاين، لأن ده بيقرا من ده، بحط هنا إيديت إس بي لاين، وهنا من جواه هروح لافف ده روتيت 180 درجة. كام هلفه؟ 180 درجة. فانا عيني تحت اهيت 165 70 180 درجة خلاص. بعد كده هاجي على ده نفس الكلام برضه، هديله edit sp line والفه من جوه. اهم حاجة انك لازم تلفه من جوه برضه 180 درجة بالشكل ده كده، خلاص كده. وبالتالي الاتنين دول بقى هما اللي بيكونوا ده، وبالتالي ده اتكون معايا بالشكل ده كده. واقدر برضو انزله شويه تحت كده عشان يديني الحاجه بتاعتي اللي انا محتاجها. تعالى بقى احط دول كده جنب ده، دول بتاع ده بالشكل ده كده. وكده دول تقريبا اشهر ثلاث طرق عشان تعمل بيهم الرينج. الطريقه الاولى انجون، وهنديله اكسترود كبير، بعد كده نطبق عليه اف اف دي عشان نرفع الجنبين بتوعه، بعد كده نديله سيجمنتس كتيره. طبعا هنا ممكن بدل سب ديفايد دي انا كنت ممكن ازود السيجمنتس هنا في الارتفاع، كانت تدي نفس النتيجه. يعني هنا كنت ممكن استغنى عن السب ديفايد وازودهم في السيجمنتس في الاكسترود عفوا، كانت تنفع معايا. بعد كده هديله سب ديفايد هنا عشان نزود سيجمنتس، بعد كده بند وسموس عشان يشيل لي الحاجات السوداء ديت بالشكل ده كده. هنا لوفت على العدل وبعد كده بند، وهنا لوفت اوتوماتيك على الدايره على طول.
خلاص كده، ودول تقريبا اشهر 3 طرق عشان تعمل بيهم رينج زي كده. اتمنى يكون الدرس عجبكم، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، تتعامل فعلا ان شاء الله، ولو في اي استفسار ان شاء الله تصبح في التعليقات هرد عليها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.